الثاني، حينما تجتمع الأمة لطلب، أول تتوجه بالطلب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، يهيئ الأسباب ويحركها كيفما شاء. نعم، صح ولا لا؟ فنحن اجتمعنا إلى الساحة وقلنا ولترانا أمريكا، ولترانا إسرائيل، وليرانا الاتحاد الأوروبي، وكأننا يعني منهم وإليهم لا نعرف أن الله موجود. طيب، تحول الدعاء عندنا غنى، بكل ما تعني الكلمة من غنى، نعده ونحسبه أنه هو الناجح. قلبت الموازين، قلبت في كل شيء. والله لا ندري احنا لا جالسين احنا على الطريقة السوية او لا مقلوبين، تقلب كل شيء. انت تستغرب، انا بيتي جنب المعتصم، بس انا اشعر كل شيء مقلوب، كل شيء مقلوب. ما كان حراما صار حلالا، وما كان حلالا صار حراما، يعني قلبت حتى الشعارات والدعايات والطلبات. يعني الله سبحانه وتعالى عمل لنا كتاب بين أيدينا نتعامل بواسطته ونفهم منه قضاء حوائجنا، حتى كل تصرفاتنا اليومية موجودة في كتاب الله وسنة رسوله. يعني احنا ما احناش مفلسين حتى نصل الساحة ونقول أوللي أوللي ايش أوللي أوللي، الشارع بيتي محلي، مع ان الشارع عندنا خرم المروءة، لا تقبل شهادة الشارع، لا تقبل الكلام من رجل الشارع، لا يقبل احترام لمن هو في الشارع، خرم المروءة. فاصبح الشارع عندنا بيتي ومحلي، اسكن فيه واصلي. سادق يعني هذا كلام، يعني من اين ناتي به؟ من اين ناتي بقلب الموازين؟ اين درسوا؟ والله لا اعلم انا اي ابليس نثر عليهم هذا الكلام، اي منهم، هو حنزب او قلزب او من الاباليس الشاطرين، من الابليس هذا الذي وضع ونثر هذا الكلام الذي لا يفيد ولا يسمن ولا يغني من جوع، بل يغضب الله ويغضب الخلق ويغضب المارة ويغضب الناس كلهم. طيب، تلاقي ان كل التصرفات الذي تتم كلها مقلوبة، حتى أن أنا رأيت أول من أمس الدكتور ياسين سعيد نعمان، مع معرفتي بعيال أخوته، معرفة وصداقة قديمة، أعرفه دائما هادئ ومؤدب وكلامه جميل ومرتب، وإن كان عقائده وأهدافه بعيدة هذا شؤونه يخصه، لكن رأيته يتخاطب مع المذيع، لم أرق قلبي على المذيع حق قالت الأسم هذه السعيدة، والله رق قلبي له. ما قال له الرجل اتجه وكان يقول له من قال لك تقول لي هكذا؟ من أمرك تتكلم معي هكذا؟ قال أفلا؟ قالوا ليش تسألني؟ ليش سألني هذا السؤال؟ طيب، قلنا الرجل يرتجف، فكان يمد يده ويأخرها، يمده ويأخرها؟ يعني كذا، ما كانش هكذا، تلاقي قد انتثرت حالة من الاشمئزاز والإحباط عند الجميع. طيب، تلاقي مثلا الخطيب الذي يخطب يصلى المكان لا يعي ما يقول، لأنه في الطريق أو في المكان يقول أنت بتروح ساحة التغيير ولازم يكون خطابك حماسي، خطاب ثوري، خطاب كذا، وينسي الله وينسي الأعمال الروحية وينسي الآداب وينسي الألفاظ، ينسى في طريقه كل شيء ومصر على الثورة. يوصل الله وسط الخطاب وقال أوقفوا 5 دقائق ليراكم العالم، ليراكم العالم. طيب، أنت بين يدي الله، أنت تتكلم مع الله، أنت توجه الناس لعبادة الله، أنت مؤدي صلاة، تقول أوقفوا 5 دقائق، ليش نوقف؟ قال ليراكم العالم أن لكم 4 شهور ونص، لكم 4 شهور ونص بعبادة، لكم 4 شهور ونص ساجدين، لكم 4 شهور ونص مصليين صائمين، لا، لكم 4 شهور ونص بعيد. والعالم ماذا سيعطيك؟ حول لا يمكن إلا بالله. لا يمكن أن تصدق نفسك أنك في شعب مسلم أو أنك في شعب حكمة، لكن هذه هي نعمة. أختلف معكم كلكم، كيف؟ أنا أعتبرها إنها نعمة من نعم الله نزلت على اليمن. الله سبحانه وتعالى يحب اليمن دائما بأشياء كثيرة. شوف،
في المجرى التاريخ السابق كان لليمن خصوصية غير الدول الأخرى. كان اليمن أهل كتاب حتى والرسول موجود، كانوا يعرفوا الله. يعني أنت تتصور أن ملكة اليمن الوحيدة التي وصلت إلى عند نبي الله سليمان وقالت رب ظلمت نفسي، شوف الاعتراف أني كنت على خطأ، مع أنها ملكة في غاية من الملك، أثنى عليها نبي الله وأثنى عليها الله. وكيف نحسبها نعمة الآن؟ طيب أنا أروي كيف نحسبها نعمة. يعني أنا أديت الواقعة التاريخية هذه، أن اليمن تأتي لهم الأحداث فيستفيدوا منها وتحسبها. أولا إنها النعمة القادمة أنها ارتفعت الأصوات المطالبة باستمرار علي عبد الله صالح في السلطة، وأيضا جاءت أصوات كثيرة جدا تطالب بإلغاء الديمقراطية شكلا وموضوعا، إلغاء الديمقراطية، وكثير من الناس لا يرغبوها لأنها لم تأتي بخير. إلغاء الديمقراطية بشكل عام مستوردة، فأتت بما ضر ولم ينفع. أيضا أخرجت كل ما كنا نظن فيهم الصلاح، أخرجتهم في دائرة محدودة ليس فيها صلاح. يعني هذا الظهور، هذا الظهور أو هذا الخروج عملية تنقية من الشوائب، نعمة من الله، نعمة من الله حينما تنقى. بينما كنا مخدوعين ومغرورين أنهم هم المستقبل، أنهم هم أن الخير فيهم، وأنهم هم من سينقذنا، أو من هم من سيكون على أيديهم الخير. هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا من النعم، ولا أقول يعني ولا أتمناها كما قال الرسول لا تتمنوا لقاء العدو، من النعم أن تقوم بيننا معارك. أولا الفاسد ينتهي، الجبان ينتهي، كثرة الأعداد ما عاد الاشتياج، خلينا نعيش براحة وطمأنينة. لأنه شوف الجسم الذي يخيس منك مهما عالجت ما ينفع معه العلاج، البتر هو الأسهل، الأسهل للعلاج. سيقولون هذا ظلم، هذا احنا لن ننظر من سيقول، قد بيموتوا وهم بخير. طيب هذا قلب الموازين أصلا. نعم. هذا قلب الموازين، احنا الآن في قلب الموازين. حينما الآن أنت تتقرب بدمك إلى الله، تتقرب بشهادتك إلى الله، تتقرب بعملك إلى الله، قلبت الموازين وتتقرب بدمك لقناة الجزيرة ومن وراءها من الأوروبيين والأمريكان، تتقرب بشهادتك لا وتستأجر من المستشفيات الخاصة جثث. ها ما كلام ما قد سبقش مثله أبدا، إلا تستأجر جثث للعرض، تعرضها للتسويق. وبعض الناس والله ما ينزل الجثة إلا ب500,000، يقول لك والله ما أجيب جثتي، أنا هذا أخي ولا أبي ولا كذا مات. قالوا أدون استخدموا للعرض ب500,000، أنا شدي ولو اجتعث يومين ثلاثة. إذن على على هذا ستنبش المقابر الآن، انتبهوا. شوف لم يوم جمعة الكرامة دي بيسموها دي قتل فيها 40، لم يظهروا إلا 11 جثة وصوروها من بعد. يا رجل خلوا الناس، الناس خارج اليمن يراقبوا ما تعرض قناة الجزيرة، يقولوا غلط 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 غلط، على بال بتكذبوا. جراحين أمام الشاشة يقولوا هذا مش جرح، عيب عليكم يا قناة الجزيرة، ايش من الجراح هذه؟ هذا الألوان متغيرة، ما شد دم هكذا، نزيدوا كف لون الدم. قد يشتروا في قرب الآن، لا حرجوا يحرصوا في قرب. نعم. ولا كانوا يعملوا دم أسود ودم أزرق ودم، وفعلوا دم أحمر باعت، ما هيش ألوان دم أبدا. فقالوا لهم لكم أنتوا، قالوا صح أنت جراح، قال أيوة أنا جراح والله اللي عندك خبرة وعرفت أنه دم. شو أقول لك؟ هم يعترفوا حول ولا قوة إلا بالله، يقول والله عندك خبرة وعندهم علم. فهموا القصة. أيضا نتكلم في الموضوع الثاني، رؤية في بعض الوقائع التاريخية للقضايا السياسية الذي أوردها القرآن الكريم، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شجر. احنا رأينا خلافات عبر القرآن الكريم بين أنظمة ومعارضات، وبين معارضات سليمة وأنظمة غير سليمة، وأنظمة سليمة ومعارضات غير سليمة.
أوجدهن لأن القرآن مش للتسلية، أوجدهن للخبرة والاستفادة والعمل بهن. حينما ترى قصة يوسف تشوف أن نبي الله يوسف كان كل همه الحفاظ على نظام الملك، وإن أثر على إخوانه ما أثر، أو أثر على والدي ما أثر، بأخذ أخاه وتبنى الكيد والحيلة من أجل حافظ على استمرار النظام. نموذج يعني مثلا موقف علي عبد الله صالح بحفاظه على استمرار النظام مهما كان في النظام من شوائب، وقد ربما أن الشوائب خرجت ويبقى القليل سيتم إخراجها، مهما كان فهذا الحفاظ على النظام نعمة من نعم الله. أن يجب على كل إنسان بكل ما أعطيه من قوة يحافظ على النظام، لأن الحفاظ على النظام حفاظ على الأرواح وعلى الأموال وعلى الأنفس. لو النظام محفوظ والقانون مطبق ما يتجرأ أي إنسان أن يسب أو يتكلم بكلمة بذيئة في حق رئيس البلاد ورمز الأمة كله، بغض النظر تحبه أو ما تحبوش هو رمزك أصلا. حينما تصل أي مكان هو رئيسك، حينما تسأل هو رئيسك، حتى يوم القيامة تأتي أنت وياه وهو يقدمك كما يقدم كل إنسان منهم عليه. ما ممكن أبدا أن نحن نكون أعلم وأعظم من الله أبدا. فهذه الكلام البذيء ولا السقوط في الكلمات والكل كلها ناتجة عن قلب الموازين، قلب الموازين أبدا، لأنه ما عادش عارف على أي وضع هو جالس. خرج من البيت، خرج من المكان، خرج من الاستراحة، عاش حالة الانحطاط وحالة سقوط دائم في بما تعني الكلمة، سقوط في التغذية، سقوط في الأكل، سقوط أيضا ألبسوهم لباس الخوف والجوع. الآن قالوا يجب عليكم أن تعلنوا إضراب الطعام، طيب قد أعلنوا الصوم؟ قالوا قد عصوم يومين، قالوا لازم تعملوا إضراب طعام اقتداء بأوروبا وأمريكا. كل شيء مقلوب والله، إضراب طعام الحين في المعتصمات مقلوب كل شيء. طيب بالجوع، قالوا اجوعوا ما عليكم، مزيد من الجوع. ويلبسوا الأكفار وقالوا تقدموا للقتل، يعني سنجمع منكم الملايين يتقدموا إلى القصر الجمهوري. ليش؟ قال لأجل تقتلوا. طيب القتل ضرورة؟ قالوا ضرورة، ضرورة لازم تقتلوا. طيب ألبسوهم في المعتصم لباس الخوف والجوع في آن واحد، الذي أصعب حاجتين. يعني الله سبحانه وتعالى من على قريش بهذه النعمة ومن على مكة بهذه النعمة، فقاموا يلبسوا أسوأ لباس، قالوا لباس الخوف والجوع نلبسهم، لأنهم أصلا هلا حاقدين، حاقدين على من؟ على الناس ككل. أنت حينما تأتي بمليون ولا بعشرين مليون ولا بمئتين مليون كيف عتجيبهم؟ أنت عتجزعهم شارع واحد ولا عشرة شوارع؟ من أين أتيت بهم؟ لهم من يردهم بالرصاص، بالقتل، بالضرب، لا يمكن أن تدع المجنون.